بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير. اجمل تحية نحييكم هنا بها من ميدان المرموم في انطلاقات هذا اليوم لسن الكبار من الحولي والزمول في 16 شوطا. ستنطلق فعالياتها في أرضية هذا اليوم بهذه المسافة الماراثونية 8 كيلومترات. نرحب بكل الأخوة الحاضرين والأخوة المتابعين من أمام هذه الشاشة، لنرحب بكل من يتابعنا وينضم إلينا لمتابعة هذه السباقات على قناة دبي الرياضية تو عبر الهواء مباشرة من خلال التواصل والتنافس والتحدي. نرحب بكل الأخوة الحاضرين من الملاك والمضمرين والجماهير والعاشقين والمحبين لمتابعة الأصالة والأصايل في ميدان المرموم تحفة ميادين السباق. بسم الله وعلى بركة الله، اللهم بك بدأنا وعليك توكلنا، فهيئ لنا من أمرنا يا ربنا رشدا، إنك على كل شيء قدير. انطلق أول الأشواط مشاهدين الكرام للحول المحليات الأصايل، لتنطلق هذه الشعارات الزاهية وهذه السلالات الأصيلة وهذه الأسماء العملاقة في منافسات شيقة رسمية ودائمة في السباقات مع كل الانطلاقات والتحديات. نسير مع 8 كيلومترات لتنتشر هذه الفئة من المحليات الأصايل في أرضية الميدان، لتتناثر كذلك حبات الرمال من تحت أقدامها وبلاسمها. نذهب إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى ما يدور من تحدي في بداية المنافسات الشيقة العملاقة. نذهب إلى المركز الأول وشواهين تتصدر مشهد السباق ومشهد البداية. عبد الله بن خميس بن خلفان الرزي يتقدم على المركز الأول وعلى الصدارة، أما المركز الثاني فيأتي دور الظبي وتعود ملكيته لمحمد بن مبارك بالحرزي الشامسي، يأتي يحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث فهذه القادمة هملولة تعود ملكيتها لسعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري، يأتي لمشاهدين الكرام خاطفا ثالث المراكز. المركز الرابع قادمه العاند تعود ملكيتها لسعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي، يقدم كذلك العاند في هذه المنافسات. بينما في المركز الخامس وصولا من قبل وسام حمد بن هيان بن سالم العامري، يحضر من خلال هذه اللحظات راعي اليمشة ليتابع هناك هذا الاسم الهبيبة حاضرة من الجانب الآخر، لكن تأتي هنا رسمية لمنصور بن سعيد بن منانة، يحضر بوجود رسمية على المركز السادس. الآن المركز السابع حضرت مشكورة بطي بن سعيد بن حمد الزعبي، يحضر الآن على المركز السابع مع هذا الاسم الهبيبة. في المركز الثامن محمد بن علي بن حماد الشامسي يحضر بوجود الهبيبة في ثامن المراكز. المركز التاسع غية قادم سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي، بينما المركز العاشر شعار راعي عطوة يتقدم من خلال هذه اللحظات بوجود سمحة هنا حمد بن عامر بن عفصان المنصوري. ها هي النتيجة أيها المشاهدين الأعزاء في أول انطلاقات الصباح لهذا اليوم مع أول إشراقة شمس هذا الصباح بالحول المحليات الأصايل. نذهب كالعادة إلى شعار بالحرزي حيث يتصدر مشهد السباق، حيث يتصدر ناموس هذا اللقاء. هذه الظبي تتواجد على المركز الأول، محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي في هذا اللقاء. نذهب إلى المركز الثاني، تتواجد شواهين عبد الله بن خميس الرزي الشامسي، يحضر إلى ثاني المراكز مقدما كذلك هذا الاسم مع بداية اللقاء الأول في مجريات هذا اليوم. المركز الثالث يأتي دور العاند، العاند حاضرة تعود الملكية هنا لسعيد بن مهنا المحرمي، يقدم لنا هذا الاسم من خلال هذه اللحظات. بمهنا يحضر مع وجود العاند
عاند. المركز الرابع 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 وصل الزعبي يتقدم بوجود مشكورة بطي بن سعيد. الزعبي يأتي هنا مشاهدين الأعزاء في أول اللقاءات الصباحية في أول المناوشات بين هذه الشعارات والملاك والمتنافسين لهذا اليوم. نأتي مع وجود هذه هملولة قادمة سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري يحضر الآن بالمركز الخامس والمركز السادس رسمية رسمية من السلالة الوسمية. تتقدم على المركز السادس منصور بن سعيد بن منانه يحضر بحضوره مع هذا الشعار مع هذا الشعار العملاق. بينما في المركز السابع 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 وصلت الشام تعود ملكيتها سعيد بن حمد بن دري الفلاحي يحضر الجري بحضوره مع هذا الاسم. كذلك بن هيان يقدم لنا وسام حمد بن هيان بن سالم العامري يحضر مشاهدين الأعزاء بحضور الاسم الكبير والمميز في عالم سباقات الهجن. الهبيبة تأتي هنا لتشق الطريق إلى المركز الثامن محمد بن علي بن حماد الشامسي. والمركز التاسع غية سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي. بينما سمحة تحتل المركز العاشر حمد بن عامر بن عفص المنصوري. ها هي النتيجة للعشر المراكز الأولى. لا زالت التغييرات مشاهدين الكرام حتى هذه اللحظات ثابتة بينما تغييرات طفيفة جرت على بعض المراكز المتقدمة التي تأتي في دور المنافسة المميزة والعملاقة والكبيرة. عودة إلى هالي زاخر إلى هالي العين مسيطرين بالظبي في مقدمة الشوط. محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي في المركز الأول في قيادة لهذا الشوط. بينما الرزي يتابع الحرزي هنا في المركز الثاني مع وجود المشكورة هنا أو تتواجد من خلال هذه اللحظات اللي خذت المركز الثاني شواهين عبد الله بن خميس. الرزي الشامسيات يحتل المركز الثاني متابعة ومراقبة من جميع العيون اللي تراقب الكبار اللي تراقب الكبار. 4 كيلومترات مشاهدين الأعزاء خلصنا عليها وتخلصنا منها لكن شوف القادمة الآن هذه اللي واصلة مشكورة مشكورة قادمة بطي بن سعيد الزعبي اللي يحتل الآن المركز الثالث. العاند في المركز الرابع مهنة بن سعيد بن مهنة المحرمي. والمركز الخامس وصلت رسمية وصلت رسمية هنا منصور بن سعيد بن منانة يقدم رسمية على المركز الرابع. المركز الخامس الشام سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي يأتي ويتقدم نحو المركز الخامس. هنا في المركز السادس وصلت هملولة قادمة لسعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري واصل مشاهدين الكرام على المركز السادس. هذه الأسماء اللي تقدمت اللي تناوشت اللي راحت بناموسها وانتصارها في ملتقى هذا اللقاء لهذا اليوم. الكل يترقب الكل يترصد ويراقب ما يدور من تحدي ومنافسات بين هذه الأسماء. أعود إلى الظبي لا زالت مسيطرة مشاهدينا الكرام على المركز الأول. محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي يقدم لنا هذا الاسم وهذا العنوان في هذا العالم الساحر عالم السباقات عالم المنافسات عالم الكبار. المركز الثاني 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 وصلت الآن من خلال هذه اللحظات مشكورة بطي بن سعيد الزعبي يقدم مشكورة في المركز الثاني رسمية رسمية. تتقدم على المركز الثالث لمنصور بن سعيد بن منانة. بينما الشام قادم الشام لتتقدم إلى المركز الرابع سعيد بن حمد بن دري الفلاحي ووسام وسام قادمة وسام حمد بن هيان بن سالم العامري. انحصرت الخماسية بين هذه الأسماء الماسية اللي شاركت اللي تبادلت المراكز اللي تبادلت بين هذه اللحظات الحق المشروع. لكن عودة إلى الزعبي غير إلى المركز الأول بوجودي مشكورة مشكورة غيرت المقدمة والصدارة. سعيد بن بطي بن الزعبي يتصدر الآن هذه المشاهد الأخيرة لمجريات هذا الشوط. بينما في المركز الثاني هذه وسام غيرت وسام إلى المركز الثاني تقدمت وسام حمد بن هيان بن سالم العامري يأتي هنا ليقدم لنا وسام على هذه المشاركة. بينما الظبي الظبي
تتواجد في المركز الثالث، تعود الملكية لمحمد بن مبارك بالحرزي الشامسي، وهنا وصلة رسمية قادمة لمنصور بن سعيد بن منانة، بينما في المركز الخامس الشام تحضر وتحضر معها كذلك بوجود الجري سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، وواصلة غي سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي آلي سمعه يحضرون كذلك في هذه اللحظات. هذه الأسماء اللي ذكرناها لحضراتكم متواجدة ومتقدمة، لكنها تشير إليها العيون وكذلك الأصابع بأن هذه الأسماء الحاضرة هي عنوان مكتمل من الكبار ومن سنة الكبار. عوده إلى بن هيار، يا سلام، هذه وسام أمامكم الآن، طارت بناموس الشوط، عبرت بوابة العبور، عبرت إلى بوابة الانتصارات. حمد بن هيان بن سالم العامري، يا سلام، يا راعي شواهين، يا راعي اليمشى، يقدم هذه الأسماء وهذه النوعيات في ميادين السباقات، بينما الملاحقة من الزعبي، من الزعبي، من الزعبي قادم هذا الشعار، من الشحانية بمنافساته، ما لسعيد بن بطي، الزعبي يتقدم إلى المركز الثاني، بينما رسمية قادمة رسمية في المركز الثالث، هنا يأتي منصور بن سعيد بن منانة على المركز الثالث، غية في المركز الرابع، تقدمت سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي، الرميثي، شوف شوف شوف، هذه الأسماء اللي قلنا لكم بأنها يعني بتنحصر بينها منافسة هذا الشوط، لكن السلالة الهملولية، السلالة الهملولية حتى هذه اللحظات هي اللي قايدة للشوط، يا سلام. سلالة الوسمي ما شاء الله على المركزين الأول والثالث. عموما على كل حال، هنا في هذه اللحظات سنصل مشاهدين الكرام إلى لائحة الإعلان، والكل يريد الانتصار. وسام مسيطرة 1200 على خط النهاية، هذه وسام حمد بن هيان بن سالم العامري ما شاء الله، خذت الموقع الصحيح، مشكورة في المركز الثاني، سعيد بن بطي الزعبي رسمية في المركز الثالث، منصور بن سعيد بن منانة، هذه الأسماء كلها مشاهدين الأعزاء اللي نواجه أسماء عملاقة، أسماء ذهبية، أسماء حملت الذهب، أسماء غامرت في أشواط الذهب، سجلت حضورها بحروف ذهبية، بحروف ذهبية، لكن وسام مسيطرة، إلا أن الزعبي، إلا أن الزعبي عنده كلام، عنده نية 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 مع مشكورة، غيرت إلى المركز الأول، سعيد بن بطي الزعبي، شوف المضمرين، شوف المتقدمين، وسام رسمية، وسام رسمية، ومشكورة مسيطرة وغيرت إلى المركز الأول، تبغي السلام للشحانية، تبغي السلام لهالي الشحانية، راحت بالانتصار رسمية رسمية، سعيد بن بطي الزعبي، لكن وساميتها، وسام عادت، اليوم عادت وسام، عادت وسام، حمد بن هيان بن سالم العامري، أهالي العين عيناوية ولا شحانية؟ شحانية ولا عيناوية؟ أهالي الهير، أهالي الشحانية، هنا يستمتعون الجماهير بما يدور في تحديات المنافسة، لكن مشكورة، مشكورة ما عطتهم طريق، مشكورة ما عطتهم درب، المركز الأول مشكورة وسام، وسام ومشكورة، اللحظات الأخيرة، الزعبي بن هيان، بن هيان ولا الزعبي؟ اللحظة الأخيرة مشاهدينا الكرام، بينما الزعبي يسيطر مع مشكورة، مع مشكورة، سلام وتحية، سعيد بن بطي الزعبي على فوز مشكورة بالمركز الأول، تانينا والناموس لبطي بن سعيد الزعبي على هذا الفوز والانتصار. هنا وسام بالمركز الثاني، حمد بن هيان بن سالم العامري، غي سعيد بن عبد الله بن محمد الرميذي تحت المركز الثالث، ورسمية في المركز الرابع، منصور بن سعيد بن منانة، الهبيبة في المركز الخامس لمحمد بن علي بن حماد الشامسي. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الأعزاء. نأتي إلى التوقيت الزمني، لحظات الوصول ب 12 دقيقة 45 ثانية أو 8 أجزاء من الثاني، تاني والناموس، المركز الثاني 12 اللي هي مشكورة لبطي بن سعيد الزعبي، المركز الثاني 12 دقيقة 46 ثانية، جزء واحد من الثانية، تانينا والناموس لمالك وسام حمد بن هيان بن سالم العامري، 12 دقيقة وكما نشاهد كذلك 48 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية لمالك غية لسعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي، تانينا والناموس للجميع. شوط كان مشوق، فيه الإثارة والحماس.